شايفين يا بنات بنفسكم الفرق باللون؟ الايدين فرق كبير جدا والله العظيم. الوصفة دي سحر في تبييض الوجه والايدين والجسم بشكل عام، هتبهرك النتيجة. الوصفة دي وصفة يابانية لتبييض الجسم والوجه اكتر من 10 درجات، ومن اول مرة الوصفة دي اول مرة استخدمها وجابت معايا نتيجة تحفة جدا جدا. هتفرق معاكي مهما كنتي كان لون وشك غامق او انتي كنتي سمرة جدا، الوصفة دي هتخليكي بيضة زي القشطة وبشرتك صافية زي بشرة الأطفال وناعمة ونضرة جدا، وهتشيل معاكي أي بقع وأي كلف. لو مهتمة تعرفي الوصفة يبقى تابعي الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راجع لكم بوصفة تفتيح جبارة، وصفة يابانية لتبييض البشرة أكتر من 10 درجات ومن المرة الأولى. مش بس كده، الماسك اللي أنا هعمله النهاردة ده هيصغرك سنوات، هيشيل أي تجاعيد أي تصبغات كلف نمش من أول مرة. ومكونات موجودة في كل بيت، مش هتجيبي أي حاجة من بره، رهيبة جدا. بس قبل ما أقول الوصفة متنسيش تعملي باللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس. اول حاجة معايا هنا هجيب بس الطبق بتاعي، واول مكون هحطه معايا وهو الزبادي او الياغورت. الزبادي طبعا معروف في تفتيح البشرة بشكل خيالي. الزبادي بيحتوي على حمض اللاكتيك وفيتامين بي اللي بيفتح البشرة جدا جدا، مضاد لشيخوخة البشرة، وكمان بيخلي البشرة تبدو أصغر سنا عشان هو مرطب قوي جدا وبيشيل أي بقع وخلايا ميتة وحب شباب. وكمان في زنك اللي هو بيدي نضارة كبيرة جدا، مش بس كده بيبيض البشرة جدا جدا. غير كمان المواصفات بقية المكونات غير الزبادي بتفتح البشرة بطريقة رهيبة. انا هضيف حوالي 3 معالق صغيرين كده من الزبادي او الياغورت او الدانون بالشكل ده كده. كده ضفت الزبادي. وتاني مكون رهيب لتفتيح البشرة وهو النشا او المايزينا او الكورن فلاور. اغلب منتجات التجميل وكريمات التفتيح بيبقى موجود فيها النشا، لان هو فيه فيتامين الف اللي بيبيض البشره جدا جدا، وبيحتوي على فيتامين الف اللي بيشيل اي بقع واي نمش واي ندبات، وكمان حب شباب، وكمان بيرطب البشره بطريقه رهيبه. يعني لو انت بتحلمي ان انت بشرتك تبقى زي بشره البيبي وما تحطيش اي ميك اب، دخلي النشا في كل الماسكات اللي بتعمليها. انا شخصيا ما بستغناش عن النشا في اي وصفه انا بعملها. هاخد كده معلقة صغيرة من النشا أو المايزينا بالشكل ده كده، معلقة صغيرة فقط، وهقلب بالشكل ده. طبعا لسه مكون واحد أنا هضيفه على الوصفة دي، وهو بقى ده السر الياباني اللي هيدي الوصفة دي تأثير خرافي في التبييض. قلبت كويس، شوفوا بقى الخليط معايا زي الكريم ازاي. تالت مكون بقى هو ده سر الوصفة، وهو بودرة الأطفال أو بودرة التلك. بودرة التلك كتير جدا ما يعرفش إن هي تحفة يا بنات في تفتيح البشرة وتبييضها، وبتخلي البشرة بيضة وطرية جدا زي بشرة الأطفال، لأن هي بتوحد لون البشرة، بتشيل البقع السوداء وبتشيل أي حبوب، بيفتح ويبيض بشكل سحري. يعني هتدعيلي من هنا للسنة الجاية بعد الوصفة دي، لان فيها بودرة التلك. وكمان مش بس كده، البودرة دي لو انت عاوزة رموشك تطول وتتقل ممكن تضيفي كده بقطنة نضيفة شوية بودرة على يعني فوق رموشك، بس ما تبقاش كتير طبعا، يعني بتكبر الرموش جدا وبتطولها. انا هضيف حوالي معلقة صغيرة بالشكل ده من بودرة التلك او بودرة الاطفال اهو. معلقة صغيرة، ولو انتي في كذا حد بيستخدم معاكي الوصفة تقدري ان انتي تضاعفي الكمية عادي جدا. هقلب المكونات لما تبقى معايا بالظبط شكل الكريم. بقيت معايا شكل الكريم بالظبط، لازم تقلبيها كويس قوي عشان حبوبات الزبادي تدوب معاكي في الوصفة. انا كده خلصت من مزج المكونات. طريقة
طريقة الاستخدام بقى مهمة جدا، لازم تحطيها على بشرة تكون نظيفة، وتقدري برضو تحطي الوصفة دي على جسمك تدي نتائج خرافية برضو. قبل الشاور بساعة تحطي الوصفة دي، وكمان على وشك هتحطي الكريم ده بالشكل ده على بشرة الوجه، بس يكون نظيف، وتسيبي الماسك ده حوالي من تلت ساعة لنص ساعة، والأفضل تكرريه مرتين في الأسبوع عشان تحصلي على نتائج خرافية، والنتيجة هتبان من الاستخدام الأول. بشرة هتبقى زي بشرة الأطفال وبيضة جدا وفيها نضارة، يعني تحفة لأي مناسبة. مثلا انتي بيبقى وشك فيها باهت وحطيت الماسك ده وبعد كده حطيت الميك اب، هتباني حلوة جدا جدا. كده الوصفة معايا انا خلصتها، اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، متنسوش تنعموني باللايك بقى والشير عشان الكل يستفاد، والسلام.